السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا. اليوم بالصلاة على النبي أحسن من كل شيء معتز الزهراني عبد العزيز الزهراني، وأحلى أحلى تحدي اليوم تحدي الغوص تحت المويه بنفس واحد. طب يلا وأنا بعد، يلا بسم الله، يلا يلا بعد، يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. طب اسمعوا يا كباب، حيكون العد طبعا بالصوت تمام، وحيكون في تحكيم من الطرف الثاني. يلا انا بعد، انتم بغطسوا، حاول تغطسون من اللي يطلع راسه اول. اوكي يلا اغطس بدون السباحه، انا بغطس يا شباب. معتز معتز ابو العز عزوز حبيبي، معتز حبيبي اطلعوا رؤوسكم فوق للمشاهدين، هنا طالع في المشاهدين. انا ابغى ايوه حبيتين حبيبي، ابو عد اوكي، واللي يعني يكون غطسه اكثر يلا الاول فايز. يلا واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر سته عشر سبعه عشر ثمانيه عشر تسعه عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثه وعشرين اربعه وعشرين خمسه وعشرين سته وعشرين سبعه وعشرين سبعه وعشرين. عزوز يتصدر. يلا حلو 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 حلو، يلا يلا بالصلاة على النبي. نبغى ابغى غطس من شوف غطس طبعا بعد، في عدد حيكون، في عدد تمام يا شباب، في عدد المشاهدين معاي حيكون في عدد. طبعا ارجع اعتز هنا هنا طبعا هنا وهنا. يلا حتكون اتجاه ناحية واحدة، حيكون غطس طبعا تحت المويه رؤوسكم، تروحون لنا المسافة لنا تمام للآخر، بعدين ترجعون ثاني مرة ورؤوسكم تكون تحت المويه وحيكون عدد. يلا ومن ذلك في السباحة تحت الغوص تحت المويه. يلا أنا بفوز يعني بفوز. يلا يلا لما نقول واحد لما نعد إلين ثلاثة إلين ثلاثة أبدوا أغطسون، بكون بالعد متصل. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 سباحة. عزوز ومعتز متصدرين الاثنين ما شاء الله تبارك الله. رهف رهف الحلوة معانا طبعا، حتكون انت حتكوني في لجنة التحكيم. اوكي اوكي كلكم بصوت واحد حتكونوا معايا على الفوز، وكلكم حتفوزون. اوكي اوكي بصوت واحد. اوكي اوكي بصوت واحد معانا يا معتز. اوكي 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 مشاهدين معانا. اوكي اوكي يلا حيبدا في طبعا المرحله الثالثه اللي هي القفز على المويه. يلا يلا في قفز. يلا معتز عبد العزيز، يلا رهف، يلا معاهم يا روفه، يلا قفز، يلا قفز، يلا معتز اطلع قفز تحدي. يلا ايش الطريقة يا حلوين، ايش الطريقة يا حلوين؟ انا ما عندي مشكلة في القفز، كيف حيكون على رجلك على راسك على خلفي على اي، بس اهم شيء عندي والمشاهد قاعد يشوف تنط وتواصل سباحة وترجع. اوكي يلا واحد اثنين ثلاثة، يلا يلا رجوع رجوع رجوع، المشاهد قاعد يقول لك رجوع. حلو 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 حلو، واحد ثاني رجوع ثاني رجوع ثاني رجوع ثاني. حلو 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 معتز، حلو معتز، يا سلامة معتز معاه رجوع ثاني. عبد العزيز ليش توقفت يا ابو العز؟ ابو العز ما توقف. حلو يا سلام يا سلام، جميل الكلام ذا، وانت معاهم انت احلى عروسه في الدنيا واحلى غطاسه وسباحه. يا سلام عليكم، يا سلام على الحلوين، يا سلام على الحلوين، يا سلام على الحلوين. طيب طبعا الجوله الرابعه حتكون قفز على الخلف، قفز على الخلف تمام، الجوله الرابعه قفز على الخلف زي ما دربتكم انا، قفز على الخلف وسباحه على الظهر. يلا حتكون في الحلقه القادمه، نستودعكم الله زي ما دربتكم انا.
عشان يشاهدونا ثاني ما تقعدوا تتابعونا، وحادربكم حعلم